السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض اكله جميله جدا. لايك وشير كده الفيديو على السريع، سبسكرايب للقناه. يلا بينا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض بقى كده ونشوف هنعمل وصفتنا ازاي النهارده. يا جماعه هنحط الدقيق كده على عندي شويه دقيق كده هحطهم على البطاطس بطريقه سهله وبسيطه وجميله جدا، وان شاء الله برضو هنعمل بيها حاجه حلوه قوي وهتعجبكم جدا. بنشتريها من بره غاليه، بس لو عملتيها في البيت هتطلع معاكي رخيصه. لايكات كتير بقى وشير اكتر وكومنتات اكتر واكتر عشان القناه تعلى بيكم. ويلا بينا بقى نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونبدا مع بعض كده. وما تنسوش بالله عليكم تدعوا لبابايا بالرحمه والمغفره، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعل مأواه الجنه يا رب. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض، بس مستنياكم تدعوا له بالرحمه في الكومنتات عندي. هشوف قد ايه كام حد شافه وكام حد شاف كام حد شاف الدعوه دي وكام حد دعا له بالرحمه. ايه هي بقى؟ هجيب معايا اول حاجه رشه كده من الملح، بسم الله، على قد تمليحه البطاطس، رشه كده من الفلفل الاسمر، سنه بسيطه، سنه بقى من الكمون. طبعا البطاطس يا جماعه روحها الكمون، معرفش ليه دلوقتي ما بقوش بيحطوا عليها كمون، يعني انا بلاحظ حتى بيحطوا ملح وفلفل اسمر، ليه ما بتحطوش كمون يا جماعه؟ بحط بقى شويه كده من الكركم. اهم حاجه الكركم، الكركم اهم حاجه. بعد كده بقى نقلب الكلام ده، قلبيهم بقى باي شكل كده وباي طريقه. بعد ما قلبتهم بقى معايا كده، على فكره انا كنت جايبه دي عشان كنت هزودها حاجات تانية. بعمل انا بقى معايا ايه هنا؟ بجيب معايا البطاطس نفسها. انا اخدت البطاطس بصي بقى، خدت البطاطس بتاعتي وحطيتها في لا مش في الدقيق، خدت البطاطس وسلقتها، قشرتها وسلقتها بالشكل ده وسلقتها كبيره، حطيتها شويه، يعني مش هقول لك 10 دقايق ولا بتاع، حطيها لحد ما تلاقيها بصي عملت بالشكل ده، بقت تحسيها بقت شفافه شويه، قربت تستوي، بس بصي مش بتتهرس، تبقى طريه عشان تبقى حلوه، بتبقى شويه بس مش بتتهرس. فبروح اخده بقى معايا البطاطس بالشكل ده كده، بسم الله اهي، واروح منفضاها تنفيضتين بالشكل ده كده واحطها هنا، وبكمل بقى باقي الكميه كده بنفس الشكل وبنفس الطريقه كده اهو. الجماعة اللي بيقرفوا يا جماعة وبيقولوا جوانتيات ومش جوانتيات، النبي عربي عليه الصلاة والسلام، يعني من غير جوانتيات، يعني مش موضوع مش بالجوانتيات، في الاخر احنا اللي هناكله، بس الصراحة من غير الجوانتيات هي الاحسن. طيب اهو، عشان الجوانتيات واحنا بنلبسها بتتقطع اهو، شفتوا؟ اما ايدينا مش بتتقطع، ايدينا احنا غسلناها كويس ومتأكدين منها، انما الجوانتيات احنا مش ضامنين، يعني وهي في تصنيعها كده كان حاجة دخلت فيها ولا لأ، ممكن تكون كده مش نظيفة، ممكن تكون ملوثة. بكمل بقى معايا الكلام ده كده وهرجع برضو تاني في الدقيق. تعالوا بس هعمل لكم تركية دلوقتي مهمة جدا في الوصفة، تعالوا هقول لكم ايه هي دي بقى اللي هتفرق فعلا في الوصفه جامد جدا. مش هقول لكم بحطها في كوكاكولا بقى ومش عارفه ايه والكلام الفاضي ده، لا، اه عشان تبقى كريسبي. بقى عندي هنا شويه ميه بتلج، هاخد بقى كده معايا بطاطسايه بطاطسايه وهغطسها كده هنا واروح مطلعاها على ايه، وهروح مطلعاها كده اهو على الدقيق وهروح خبطها خبطتين كده. بصي بقى المنظر بعد ايه، بعد الخبطتين خففي ايدك عليها وخبطتين كده اهي، ونعمل كده في كل البطاطس، نحطها كده ونرجعها على طول. طبعا مش هقولك حطيها كده وطلعي على الزيت، هي اه مش هتخلي في دقيق في الزيت ولا حاجة، بس هتعمل ترتشة محترمة، يعني لو انت مستغنية عن عمرك اعمليها دلوقتي. بقى زي ما انت شايفة كده خدت معايا الزيت بيغلي على النار وهنزل بيه على طول كده ايه بالبطاطس، بسم الله.
الزيت طبعا على طول اخد اللون الاصفر من الكركم، بس مفيش مشكله. اهم حاجه الزيت بتاعك يكون غزير، والبطاطس نفسها سواء مسلوقه بطاطس سلق او بطاطس تحمير مش هتفرق نوعها. عايزه اقول لكم انا عامله البطاطس دي عشان اديها للولاد كمان معاهم في المدرسه. هقول لكم دلوقتي هعمل فيها ايه، ده هم قاعدين مستنيينها اهي. انت تعملوها وانت عندكم ضيوف، نسيبها بقى كده ايه تاخد وتدي مع بعضها لحد ما تستوي، وبعد كده هوريها لكم. بصوا دول اللي مش متغلفين، بصوا بقى عاملين ازاي. بص المتغلف نفسه لسه محتفظ ازاي بنفسه، يعني انا حبيت احط من ده واحط من ده عشان نشوف الفرق، بس فعلا اللي متغلف محتفظ بالدقيق بتاعه، انما اللي مش متغلف يا دوب التوابل بس هي اللي موجوده فيه، وباقي الدقيق مش يعني، والباقي حاساه ضعيف قوي فيه، مش اللي هو يعني. بصراحه هسيب بقى كده النار عندي متوسطه، مش عاليه قوي ان هي تحرق، متوسطه بحيث ان هو ايه يستوي معايا، وهسيبها بقى كده واروح اكمل الباقي بقى في الميه الساقعه. دلوقتي بقى خلاص اتعملت معايا زي ما انتم شايفين كده، وبقت بالشكل الجميل ده. عايزه اقول لك بقى بصي اللون نفسه عامل ازاي، ومن جوه طريه جدا، هي سخنه مولعه على فكره. انا ما يعني انا لسه مخلصتش الكميه بالكامل، بس قلت ايه اوريه لكم شويه اللي انا عملتهم، لان الولاد مش هيسيبوهم في حالهم. اهو لسه جايبين الصوصات. بصي بقى المنظر للناس اللي بتحب المايونيز، الناس اللي بتحب البطاطس نفسها طريه هتعجبها قوي، الناس اللي بتحبها مقرمشه من بره وطريه من جوه هتعجبها قوي. كفايه كفايه كاتشب، كفايه ابني بهدل الدنيا بالكاتشب. طيب فين الغطا؟ عايزه اقول لك بقى بصراحه تحفه جدا. لا 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 سخنه، ما تحطش عليها مايونيز. بصي صراحه ربنا طعمها حلو جدا. بصي بقى المنظر، ممكن ندوق بس سخنه. بتمنى بقى تعجبكم وتجربوها. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في الكومنتات واللايكات والمتابعه. طعمها حلو قوي، وبصي محتفظه بالتوابل بتاعتها. لو انت حابه ان انت تعمليها تحطيها في الميه الساقعه وبعد كده ترجعيها تاني هتبقى بالشكل ده كده. هو الصوره مش واضحه قوي بس بصي عامله شبه طعمها حلو قوي، بس في تكه مالحه كده يعني حاجه عشان انت عشان انت اخد عليها بتاع ده كاتشب. بصي بقى الطبقه اللي فيها اصلا قد ايه. فلو انت حباها لو انت حباها ان هي تكون معاكي ايه يا جماعه ثواني الولاد يا جماعه مش سايبينها. لو انت حابه ان هي تكون معاكي سخنه عليها طبقه كتير حطيها في الميه وبعد كده طلعيها، مش كتير ان هي اوفر لا، بس كتير في المعقول. لو بتحبيها دوب كانها مقليه بس وبتاع يبقى اعمليها. والله كلهم حلوين بصراحه. لايك وشير بقى الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله. استني عليها طب شويه. والسلام عليكم ورحمه الله.